معكم. إذا الحصة ديال اليوم غادي نقوموا بتصحيح الامتحان الوطني جوان 2019 شعبات العلوم التجريبية، وبالضبط غادي نهضروا على دراسة الدالة. غنقوموا بتصحيح دراسة الدالة اللي كما تتعرفوا المسألة تتحط على 11 نقطة في الامتحان الوطني. إذا مسألة مهمة. إذا بالنسبة للدالة اللي عطانا الدالة f دو اكس ايكال اكس زائد واحد على جوج ناقص الألم دو إكس زائد واحد على جوج ألم دو إكس لوتو أو كار. إذا هادي هي الدالة اللي عطاونا. قالك هاد الدالة معرفة على المجال زيرو بلس لانفيني، بمعنى مجموعة تعريف ديال دي دو إف هي المجال مفتوح زيرو بلس لانفيني. إذا السؤال الأول هو حساب النهاية. إذا فيما يخص حساب النهاية، عطاونا النهاية المطلوبة هي لا ليميت عندما تؤول إكس إلى زيرو اليمن ديال إف دو إكس. دونك أول حاجة بالنسبة للنهاية تنشوفو واش شكل محدد ولا شكل غير محدد. إذا غادي نشوفو نعوضو إكس بزيرو. إلا عوضنا إكس بزيرو هنا زيرو زائد واحد على جوج هي واحد على جوج، إذا هذه ماشي مشكل. ناقص الألين دو إكس، تعرفو حنا في الدرس بأن إذا كان إكس تمشي زيرو بلس فالألين دو إكس يمشي موان لانفيني مع هاد موان هي بلس لانفيني. ثم عندما يؤول إكس إلى زيرو بلس فالألين ديال إكس زيرو بلس هي موان لانفيني مع هاد لوكال يرجع بلس لانفيني. إذا هذه غتعطينا بلس لانفيني، وهادي غتعطينا بلس لانفيني، وتعطينا واحد على جوج. بطبيعة الحال بلس لانفيني إلا زدنا عليها بلس لانفيني وزدنا عليها واحد على جوج فهي بلس لانفيني شكل محدد. إذا غادي نديرو بأنها تتساوي بلس لانفيني، وهنا نجيو نشرحو نقولو لأن. دونك لدينا إذا لأن، إذا لماذا؟ إذا ليميت إكس تمشي زيرو بلس ديال إكس زايد واحد على جوج، تنعوضو كما قلنا هي واحد على جوج، تنعوضو إكس زيرو. ثم لا ليميت إكس تتمشي زيرو بلس ديال ألان دو إكس مع هاد الموان غتعطينا بلس لانفيني كما شرحنا. وأخيرا ليميت، جو هنا ليميت عندما يؤول إكس إلى زيرو بلس ديال واحد على جوج ألان دو إكس لتو أو كاري، هادي بطبيعة الحال هي بلس لانفيني. إذا كما قلنا بلس لانفيني، هادي تعطينا بلس لانفيني، هادي تعطينا بلس لانفيني، وهادي تعطينا واحد على جوج، اللي جمعنا بطبيعة الحال يعطيونا بلس لانفيني. إذا لا ليميت هي بلس لانفيني. ثم بعد ذلك عطاونا التأويل الهندسي لهذا النهاية. بالنسبة للتأويل الهندسي، فبما أن لا ليميت عندما تؤول إكس إلى زيرو بلس ديال f دو x إيكال بلس لانفيني، فإن في هذه الحالة حسب الدرس ديال الفروع لا نهائية اللي شفنا بطبيعة الحال، فالمستقيم هنا اللي هو x يساوي 0، المعادلة ديال x يساوي 0، ففي هذه الحالة هو مقارب للمنحنى السالب. في هذه الحالة بما أن المعادلة ديال x يساوي 0 فهو محور الأراتيب. في هذه الحالة قسمة على محور الأراتيب. إذا هذا هو التأويل الهندسي، غادي نحتاجو بطبيعة الحال في تمثيل الميليان. إذا بالنسبة للسؤال جوج ألف اللي تحط في هذا الامتحان، جوج ألف تحقق من أن لكل إكس من مجال زيرو بلس لانفيني، بمعنى عندنا إكس هي أكبر قطعة من الزيرو، فقاليك نتحققو دونك التحقق من أن هاد الدالة f دو x اللي عطاتنا اللي هي هاديك هي x زائد واحد على جوج زائد واحد على جوج الألين دو x ناقص واحد مضروبة في الألين دو x. إذا هنا بطبيعة الحال كاين جوج ديال الطرق، إما نبداو بالدالة f دو x اللي عطاتنا في الامتحان ونحاولو نرقاو هاد الصيغة، أو لا نبداو من هاد الصيغة ونحصلو على هاد الدالة اللي عطاونا في امتحان الوطن. إذا تتبان أسهل الطريقة هو نشدو
هاد النتيجة اللي عطاونا فوالا بلس الان دومي ال ان دو اكس موان زان مضروبة في ال ان دو اكس ايكال دونك هنا غادي نشرو دونك اكس بلس ان دومي بلس ان دومي ال ان في ال ان هي ان دومي ال ان دو اكس بتو او كاري موان واحد في ال ان هي موان ال ان دو اكس فوالا دونك تتشوفو واش هادي هي لي دونك اكس بلس ان دومي هادي هي ان دومي ال ان دو اكس او كاري هادي هي بلس وهنا موا ال ان دو اكس هي دونك سي لو اف دو اكس تنكونو تحققنا من هاد القضية ونجيو نديرو هنا لدينا فوالا لدينا هادي بعد النشر تنحصلو على الصيغة اللي هي اف دو اكس بطبيعة الحال هاد الصيغة غادي نحتاجوها في السؤال لي من بعد اذا بالنسبة للسؤال ب هو عبارة عن السنتاج ويك سنتيج ان النهاية دونك السنتاج ديال ليميت عندما تؤول x الى بلس انفيني ديال f دو x الى بلس انفيني اذا بطبيعة الحال فاش قلنا السنتاج غادي نشوفو السؤال اللي قبل منو اللي هو السؤال الف اذا غادي نحاولو دونك ليميت x تمشي بلس انفيني ديال f دو x دونك في هاد الحالة غادي نجيو نديرو تساوي لا ليميت فوالا x تمشي بلس انفيني غادي نعوضو f دو x بالقيمة اللي في السؤال ألف اللي هي x زائد واحد على جوج زائد الان دومي ln دو x من هذا ضربة في ln دو x إذا هنا غادي نحاولو نعوضو x بلس انفيني يعني هنا دونك لا ليميت هنا إلا عوضنا x بلس انفيني سي بلس انفيني بلس ان دومي هي بلس انفيني دونك هنا عندنا بلس انفيني ان دومي ln دو x تعرفوا واحد الخاصية عندما تؤول x إلى بلس انفيني ديال ln دو x هي بلس انفيني إلا ضربناها في واحد على جوج بلس انفيني درنا موان زان راه نيكليجابل تتبقى بلس انفيني دونك بلس انفيني مضروبة عاوتاني في بلس انفيني بلس انفيني دونك غيكون عندنا هذا بلس انفيني وهذا يكون عندنا بلس انفيني فمجموع ديال بلس انفيني مع بلس انفيني هو شكل غير محدد دونك ايكال النتيجة هي بلس انفيني لأن لا ليميت عندما تؤول x إلى بلس انفيني ديال x زائد واحد على جوج هي بلس انفيني هادي يعني شرحناها ثم لا ليميت x تمشي بلس انفيني ديال ان دومي ان دو x هي بلس انفيني بطبيعة الحال لا ليميت الأخيرة x تمشي بلس انفيني ديال ان دو x حسب الدرس هي بلس انفيني دونك هنا تنكونو شرحنا المصحح علاش توصلنا لهاد النتيجة اللي هي بلس انفيني دونك هذا استنتاج اللي هو ب جيم بالنسبة لجيم قاليك بين أن لكل إكس من المجال زيرو بلس انفيني إذا إكس أكبر قطعة من الصفر هذه ضرورية إذا غادي نشوفو قاليك بين أن الإن إن دونك لنبين أن الإن دو إكس لو تو او كاري ديفيزي بار اكس ايغال 4 مضروبة في الالين ديال جذر اكس مقسومة على جذر اكس لو تو او كاري اذا بالنسبة في هاد الحالة فنقدو نبداو من هنا ونوصلو لهنا او نبداو من هاد النتيجة ونوصلو دونك عندنا اختيار ماشي مشكل دونك نبداو مثلا من هادي الين دو اكس لو تو او كاري ديفيزي بار اكس ايغال تعرفوا بأن الألين ديال x هو جوج الألين ديال جذر x مقسومة هادي دونك هادي أو كاري مقسومة تعرفوا بأن x هي بطبيعة الحال الجذر ديال x لو تو أو كاري لأن x موجب قطعا إذا ممكن نكتبو x على شكل جذر x لكل أسيتنا دونك عندنا كاري كاري دونك هنا تنحاولو هي جوج الألين ديال جذر x مقسومة على جذر x لو تو او كاري طبيعة الحال هاد جوج او كاري تتخرج من بين قوسين تتبقى هي جوج او كاري هي 4 دونك هي 4 الان ان ديال جذر x مقسومة على جذر x لو تو او كاري دونك هادي هي النتيجة اللي توصلنا ليها طبيعة الحال كتذكير اللي استعملنا هنا هو ان الان ان دو x هي جوج الالين ديال جذر اكس
2 au carré. Donc, voilà, c'est 2, voilà, c'est 2 ln de g de x. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et là, je l'ai là, ça va faire un là, ln de x, il y a le ln. هاد x ممكن نكتبو على شكل جذر x لو كاري ناقص 2. تعرفوا بأن الان ديال عدد أس 2 هي جوج، هادي خاصية في الدرس، هي جوج الان ديال جذر x. هاك هاد النتيجة هي اللي استعملناها هنايا باش لقينا هاد النتيجة النهائية اللي هي 4 ان جذر x على جذر x لكل أس 2. إذا ندوزو السؤال اللي من بعد. إذن بالنسبة للسؤال من بعد، هو استنتاج لا ليميت عندما تؤول x إلى بلس لانفيني ديال ln دو x لو تو أو كاري مقسوم على x إيكالا زيرو. إذن بطبيعة الحال استنتاج غادي نعتمدو على السؤال اللي سبق اللي بيناه. إذن عندنا لا ليميت عندما تؤول x إلى بلس لانفيني ديال ln دو x لو تو أو كاري ديفيزي بار x، دونك هادي حسب السؤال اللي سبق هي لا ليميت عندما تؤول x الى بلس لانفيني. سنعوض هذه بالصيغه اللي بيناها اللي هي 4 ln ديال جذر x مقسومه على جذر x لو 2 او كار. دونك هنا شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا بان واحد الملاحظه، 4 بطبيعه الحال 4 هو عدد، ما غاديش ياثرنا على لا ليميت، 4 مضروبه عدد موجب. شوفوا هنا الان ديال جذر اكس على جذر اكس لو تو او كار. فهنا كاين واحد الخاصيه في الدرس، نعلم ان هذه الخاصيه اللي عندنا في الدرس، نعلم ان لا ليميت عندما تؤول اكس الى بلس انفيني دون سيما غران اكس ديال الان دو غران اكس سوم على اكس، فهذه النهايه هي زيرو. دونك كما تلاحظوا فهاد غرونت اكس ممكن وضعه هو هاد جذر اكس، هذا تيسمى شانجمون دو فاريابل اللي هو تغيير متغير. دونك نضع غرونت اكس سي راسين دي اكس. فالملاحظه على هاد غرونت اكس، شوفوا فين تيمشي بطبيعه الحال. دونك اذا كان اكس يمشي بلس انفيني فهادي تتكافئ ان غرونت اكس، سي غرونت اكس. اذا هنا اذا كان اكس يمشي بلس انفيني فالجذر ديال بلس انفيني هو بلس انفيني، وبالتالي غران اكس هتمشي بلس لانفيني. اذا هاد لا ليميت، هاد لا ليميت اللي بغينا نحسبوها غادي ترجع للشكل التالي، ومنه النهايه اللي بغينا نحسبوها، النهايه مطلوب مننا نحسبوها. دونك لا ليميت عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني ديال الان دو اكس لو تو او كاري سوما على اكس، دونك سي لا ليميت افيك لو شانجمون دو فاريابل اللي درنا، غران اكس تمشي بلس لانفيني. فأربعة غتبقى هي أربعة. غنعوضو جذر إكس ب كيما قلنا غرونت إكس، دونك تبقى لنا الألين ديال غرونت إكس ديفيزي بار غرونت إكس لو تو أو كار. بطبيعة الحال هادي حسب الدرس هي زيرو، فزيرو أو كار هو زيرو، أربعة في زيرو دونك سي كات فوا زيرو سي زيرو. إذا هذا هو السؤال ديال السينتاج. نمشيو للسؤال د. كان السؤال د بين ان المنحنى السي يقبل فرعا شل جميعا بجوار بلس لانفيني اتجاهه المقارب المستقيم ثيتا الذي معادلته y يساوي x. اذا هنا بطبيعه الحال تنهضرو على الفرع اللانهائي، هنا السؤال هو الفرع اللانهائي للمنحنى السي اف، المنحنى الدالة بجوار بلس انفيني. دونك باش نلقاو هذا الفرع اللانهائي، عندنا لدينا لا ليميت عندما تؤول اكس الى بلس انفيني ديال اف دو اكس هي بلس انفيني، هذا حسب السؤال جوج ب. اذا هنا باش نلقاو هذا الفرع اللانهائي خصنا نحسبو لا ليميت اكس تمشي بلس انفيني ديال f دو x سير x. نشوفو هاد لا ليميت، إذا بطبيعة الحال تتساوي لا ليميت عندما تؤول x إلى بلس لانفيني، ف f دو x مقسوم على x، غادي نستعملو الصيغة ديال f دو x اللي هي x زايد واحد على جوج، ناخدو f دو x بالقيمة ديالها، ناقص ln دو x زائد ان دومي
الان دي اكس تو كا هذه الصيغه اللي تحطات في الاول في الاول ديال الامتحان. هذه هي الدائره الطرف. اذا هنا طبيعة الحال هنا ما تنسوش بان نقدروا نستعملوا هذه. اوكي، الى لاحظتوا الى فرقنا اكس عليهم كاملين فغادي نحصلوا على الان دو اكس لو تو او كام ثم على اكس. هنا نحصلوا على الان دو اكس في اكس، وهنا ماشي مشكل اكس زائد واحد على جوج ثم على اكس تكون دالة جذرية. اذا سي لا ليميت اكس تمشي بلوس انفيني نفرقوا اكس، اكس على اكس سي ا بلوس ان دومي سي ان سيغ دوز اكس موان الالان دو اكس على اكس بطبيعة الحال هاد الالان دو اكس مقسوم على اكس، واخيرا بلوس ان دومي الالان دو اكس لو تو او كاري مقسوم على اكس. دونك هادي هي الطريقة اللي عملنا هنا. اكس مقسوم على اكس هي واحد، واحد على جوج مقسوم على اكس هي واحد على جوج اكس، ناقص الالان دو اكس على اكس هي هادي، ثم بلس الان دومي الالان ديال اكس او كاري مقسوم على اكس. اذا هنا ليميت بلس لافيني ديال هادي حسب ما سبق هي زيرو، زيرو مضروب في ان دومي هي زيرو، دونك هذا زيرو. الالان دو اكس سير اكس حسب الدرس عندما يولو اكس الى بلس لافيني هذا تا هو زيرو، واحد على جوج اكس إذا كان إكس يمشي بلس لانفيني هذا تيمشي بلس لانفيني، واحد مقسوم على بلس لانفيني هي زيرو بطبيعة الحال، تيبقى هنا الأن، دونك إيكال أن، لأن لأن لا ليميت إكس تمشي بلس لانفيني، ديال الألان دو إكس سير إكس هي زيرو حسب الدرس، وهذه بطبيعة الحال لا ليميت إكس تمشي بلس لانفيني ديال أن دومي الان دو اكس سير اكس لو تو او كاري، هادي حسب ما سبق حسب هذا زيرو في ان دومي سي زيرو. دونك حنا تنحصلو على العدد واحد. عندنا في الدرس بطبيعة الحال الى وصلنا لا ليميت في واحد خصنا نحسبو، الى كانت لا ليميت ديال اف دي اكس سير اكس هي واحد خصنا نجيو نحسبو هنا لا ليميت عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص ا اكس، هادي هي ا. دونك هادي ا ديفيرون زيرو، دونك فاش تكون العدد هاد ا ديفيرون زيرو تنديرو اف دو اكس موان ا اكس، دونك إلا درنا ناقص ا اكس هي موان اكس، دونك خصنا نحسبو هاد لا 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 ليميت. إذا بالنسبة وصلنا خصنا نحسبو لا ليميت عندما تؤول اكس إلى بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس، إذا هنا تنجيو تنحسبو لا ليميت اكس تمشي بلوس لانفيني، ألوغ اف دو اكس نعوضوها بالصيغة الثانية اللي بينها اكس بلس ان دومي فوالا زائد ان دومي فوالا ان دومي الان دو اكس موان زان مضروبة في الان دو اكس. الى هادي هي اف دو اكس، الى نقصنا اكس تتمشي هادي تتمشي هادي تتبقى هاد الصيغة. دونك كما تلاحظوا ان دومي تتبقى هي واحد على جوج، سيت اون كونستانت تتبقى هي هي. لا ليميت اكس تمشي بلس لانفيني، الان دو اكس حسب الدرس هي بلس لانفيني، مضروبه في واحد على جوج هي بلس لانفيني، ناقصنا واحد، واحد اللي نيجليجابل ضعيف قدام بلس لانفيني، دونك تيبقى بلس لانفيني. الان دو اكس عندما تولي اكس الى بلس لانفيني هي بلس لانفيني، تيكون هنا شكل محدد بهذه الطريقة، دونك ايكال بلس لانفيني، انا خصنا نبينو. علاش فرقنا بلس لانفيني؟ لان لا ليميت عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني فوالا ديال الالان دو اكس حسب الدرس هي بلس لانفيني، دونك هادي بلس لانفيني وهادي سي بلس لانفيني. دونك الى بغينا نضيفوها يكون احسن لا ليميت عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني ديال ان دومي الان دو اكس موان زان سي بلس لانفيني. اذا انطلاقا من هادشي اللي حصلنا عليه نستنتج أو السينتاج، السينتاج أن سي إف يقبل فرعا شل جميعا في اتجاه مستقيم، مستقيم اللي هو إيكغيك يساوي إكس. دونك هنا عندنا فرع شل جميع، ما عندناش مقارب مائل، بطبيعة الحال هادشي بجوار
بلس نافيه. فوقتاش سرق فوقتاش تنلقاو مقارب مائل اذا كانت هاد لا ليميت تتساوي واحد العدد اللي هو عدد صحيح طبيعي، عدد حقيقي بي. دونك في هاد الحاله عادي يكون عندنا مقارب مائل، ولكن فاش تكون بلس نافيني ولا منافيني هنا تيكون عندنا فرع شاذ جميع في اتجاه هاد المستقيم اللي هو إيكغيك يساوي إكس بجوار بلس نافيني. دونك تنكونو هاد المستقيم هو اللي عطاه الدلتا حسب الامتحان، عطاه الدلتا هو المستقيم اللي معادلته إيكغيك يساوي إكس. دونك غادي ندوزو السؤال ثلاثة ألف. دونك هنا ندوزو السؤال ثلاثة ألف. بالنسبة ثلاثة ألف عطاونا بيننا لكل إكس من زيرو واحد، دونك عندنا إكس تنتمي لمجال زيرو واحد، فوالا. إذا بيننا لكل إكس من مجال زيرو واحد، خصنا نبينو هادي، دونك لنبين أن، دونك لنبين أن إكس ناقص واحد زائد الألم دو إكس، هادي أصغر من أو يساوي صفر. دونك هنايا كطريقة ممكن نستعملوها نشوفوا الإشارة ديال كل واحد فيهم. بطبيعة الحال يعني ما جا زيرو واحد فتنعرفو، دونك إذا كان إكس صغير من واحد فإكس ناقص واحد يكون سالب، دونك هادي تكون عندو الإشارة سالبة. وتنعرفو بطبيعة الحال أنه إذا كان إكس صغير من واحد فالإلين دو إكس تتكون سالبة كذلك، إذا كان إكس محصور بين زيرو واحد فالإلين دو إكس سالبة بطبيعة الحال. وبطبيعة الحال عدد سالب زائد عدد سالب فهو عدد سالب. هادشي غادي نحاولو نبينوه. دونك عندنا بما أن إكس محصورة بين زيرو وواحد فإن من جهة إكس موانزة، هاد واحد تردو لهنا، دونك إلا رجع لهنا سي موانزة، أولا تنقصو واحد هنا وتنقصو واحد هنا، دونك إكس موانزة فهو أصغر من أو يساوي صفر. إذا سالب، دونك إكس موانزة سالب، وعندنا بطبيعة الحال هو الألان دو إكس تا هو صغر من زيرو، لأن إكس أصغر من أو يساوي واحد، مجموع عددين سالبان كما شرحنا هنا فهو عدد سالب، ومنه إكس موانزة زائد ألان دو إكس فهو عدد سالب. المجال الثاني اللي عطاونا في الامتحان هو اذا كان اكس ينتمي للمجال، دونك اكس ينتمي للمجال واحد بلس نافين، بطبيعة الحال اكس ينتمي اي في هذه الحالة اكس اكبر من او يساوي واحد. بنفس الطريقة مثلنا دونك اكس موانزا هو اكبر من او يساوي زيرو، و الالان دو اكس فهو موجب، مثلا ومنه مجموع عددين موجبين هو عدد موجب إكس موانزا زائد ln دو إكس فهو أكبر من أو يساوي صفر في هاد المجال. دونك تنكونو سالينا هاد السؤال. ندوزو السؤال باء. فالسؤال باء بين أن لكل إكس من المجال زيرو بلس نافيني، فبطبيعة الحال ضروري خص يكون إكس أكبر قطعة من الزيرو، لأن ما تنساوش بأن مجموع التعريف ديال هاد الدالة هي زيرو بلس نافيني، أو ضروري خصنا ناخدو إكس أكبر قطعة من الصفر. حنا تنخدمو بطبيعة الحال داخل مجموع التعريف، ميمكنش نخدم خارج مجموع التعريف ديال الدالة. إذا لكل إكس من المجال زيرو بلس نافيني غادي لنبين أن إف بخيم دو إكس يعني مشتقة الدالة إف هي إكس موانزا زائد الألان دو إكس سوما على إكس. دونك هنا خصنا نبينو الدالة المشتقة تتساوي هاد الصيغة اللي تعطات لنا في الإمتحان. إذا هنايا بطبيعة الحال قبل ما نهضرو على إف بخيم دو إكس الصيغة ديال الدالة المشتقة خصنا نقولو علاش الدالة إف قابلة للإشتقاق بطبيعة الحال، باش نكونو يعني باش نثبتوا بان راه اف بريم يعني موجوده. اذا اف داله قابله للاشتقاق على المجال اللي هو 0 بلس نافيني هي مجموعه تعريف، لان
نشوفوا الشكل ديال اف، واش مجموع واش دونك الى شفتوا اف، لان اف مجموع او لانها مجموع دالتين قابلتين للاشتقاق على نفس المجال بطبيعة الحال اللي هو على المجال زيرو بلس نافي. دونك شكون هما هاد الدالتين؟ دونك عندنا اف سي او زائد في، هي الدالة او زائد في مضروبة او زائد في. اذا نقدرو نوضعو او هي الدالة اكس اللي ستعطي اكس زائد واحد على جوج، ها هي الدالة الاولى باغ اكزومبل، و في نقدرو نوضعو هي الدالة اكس، الدالة اللي هي موان الان ان دو اكس بلس، وهادي بدا بطبيعة الحال دالة قابلة للاشتقاق في المجال زيرو بلس انفيني حسب الطرس، بلس الان دومي الان ان دو اكس لو تو او كار. بطبيعة الحال هادي دالة قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلس انفيني، وبالتالي المربع ديالها تكون دالة قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلس انفيني مضروبة في واحد على جوج راه قابلة للاشتقاق، سي اون كونستونت، دونك تتبقى الدالة قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلس انفيني. دونك مجموع دالتين قابلتين للاشتقاق على المجال زيرو بلس انفيني هو دالة قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلس انفيني، مجال مفتوح بطبيعة الحال. إذا غادي نجيو هنا نحسبو الدالة اف بخيم دي اكس، لينا بأن الدالة قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلس انفيني، دونك مطلوب هنا هو حساب اف بخيم دي اكس. دونك شنو غنديرو؟ غادي نشدو دونك اف بخيم دي اكس، بطبيعة الحال لكل اكس أكبر قطعة من زيرو، دونك اف بخيم دي اكس هي غنعوضو اف بالقيمة ديالها. هي إكس زائد واحد على جوج ناقص الألان دو إكس زائد واحد على جوج ألان دو إكس لو تو أو كاغي. نحاولو نديرو الإشتقاق ديال هاد الدالة، بطبيعة الحال الإشتقاق ديال المجموع هو الإشتقاق ديال كل وحدة فيهم، دونك لو إكس بخيم سي أن مشتقة ديال لا كونستونت واحد على جوج سي زيرو، دونك هنا زيرو موان مشتقة ديال الألان دو إكس حسب الطرس هي واحد على إكس، بلس إشتقاق ديال واحد على جوج الألان، دونك واحد على جوج سيتي كونستونت مضروبة، دونك تتخرج الإشتقاق، تبقى الإشتقاق ديال الألان ديال إكس لو تو أو كار. تعرفو بأن الإشتقاق هادي كاسد كبير، تعرفو بأن الإشتقاق ديال واحد الدالة إي دي إكس لو أو كاغي بريم، الشقاق ديال او كاري هي جوج او بخيم دي اكس مضروبة في دي اكس، هذه خاصية ديال الشقاق ديال مربع دالة. إذا هادشي نطبقو بالنسبة لألان، دونك ألان دي اكس، دونك الشقاق هي جوج مضروبة في الألان دي اكس مضروبة في الألان دي اكس بخيم، دونك هنا غادي نديرو إيكال هي واحد ناقص واحد على إكس، جوج تتمشي مع جوج، فوالا جوج تتمشي مع جوج، ألان دو إكس بخيم هي واحد على إكس مع الألان هي زائد الألان دو إكس ثم على إكس، فوالا. إذا تنجيو تنشوفو إف بخيم دي إكس، غادي نحاولو نوحدو المقامات هنا، دونك مقام واحد هو كما تلاحظو هو إكس، إكس في واحد سي إكس ناقص واحد زائد الألان دو إكس، وهادي هي النتيجة اللي طلبو منا في السؤال. إذا غادي ندوزو السؤال جيم اللي هو جدول يقطع جدول التغيرات، دونك جدول التغيرات الدالة إف. إذا بالنسبة لجدول التغيرات الدالة إف بطبيعة الحال تعتمد على المشتقة، عندنا إكس أكبر قطعة من الصفر يعني المقام موجب، تتبقى في هذه الحالة إشارة إف بخيم دي إكس هي إشارة البسط اللي هو إكس ناقص واحد زائد إف إكس. بطبيعة الحال الإشارة ديال هذا راه ديجا شفناها في السؤال اللي سبق، جاوبنا عليها في السؤال ثلاثة ألف، غادي نستغلو مع السؤال ثلاثة ألف نستغلو الإشارة ديال إكس ناقص واحد زائد ألان دو إكس. إذا بالنسبة للإشارة ديال هاد هنا، إذا جينا شفنا الإشارة ديال هاد عندنا هنا إكس،
بطبيعة الحال، وعندنا هنا f ديال x إذا وجدوا التغيرات، هنا عندنا f ديال x بطبيعة الحال الدالة معرفة من 0 بلس انفيني، تنديرو جوج شرطات هنا. دونك هاد جوج شرطات تعني بأن زيرو مكاينش مجموعة التعريف، يعني مجموعة التعريف زيرو مكاينش، زيرو بلس انفيني. دونك عندنا هنا تنعرفو أن من زيرو لواحد، فالإشارة ديال هادي من زيرو لواحد هي إشارة سالبة، ومن واحد حتى بلس انفيني فالإشارة حسب السؤال جيم هي إشارة، السؤال اللي سبق إشارة هنا موجبة. إذا هنايا بطبيعة الحال إذا كانت سنحسبو إف بريم ديال واحد، إذا حسبتو إف بريم ديال واحد هي واحد ناقص واحد هي زيرو، زايد الألين ديال واحد اللي هو زيرو، دونك زيرو على واحد هي زيرو، تعرفو بأن إذا حسبنا إف بريم ديال واحد هي زيرو، وتتنعدل هنايا. إذا الدالة هنا عندنا بما أن إف بريم سالبة تكون دالة تناقصية، بما أن إف بريم موجبة دالة تزايدية، تعرفو بأن ليميت بلس انفيني هي بلس انفيني ديجا حسبناها سؤال اسبا، ثم ليميت زيرو بلس هي بلس بلس انفيني. هنا خصنا نديرو هنا الصورة ديال واحد اف دو واحد، دونك إذا حسبنا اف دو واحد واحد زائد واحد على جوج هي تلاتة على جوج، إلا دو واحد هو زيرو، إلا دو واحد تمشي هو زيرو، دونك تتبقى هي تلاتة على جوج. هنا القيمة هي قيمة دنيا هي ثلاثة على جوج، هي قيمة دنيا مطلقة بالنسبة لهاد الدالة. إذا هذا هو جدول التغيرات. ندوزو السؤال ربعة ألف. دونك بالنسبة ربعة ألف هو حساب إف سكوند دو إكس، دونك لنبين هذا هو السؤال أن إف سكوند دو إكس إيكال جوج ناقص الألين دو إكس مقسومة على إكس أو كار، بطبيعة الحال لكل إكس أكبر قطعا من الصفر، لأن مجموعة التعريف هي زيرو بلس لافيني. إذا غادي نحاولو نحسبو إف سوكوند، بطبيعة الحال حساب إف سوكوند غادي نحتاجوه في التقعر والتحدب في نقط الإنعطاف ديال الدالة إف. دونك إف سوكوند عندنا إف بريم هي هادي، دونك تنديرو ليها الشقاق، دونك إف سوكوند دو إكس نحاولو نديرو الشقاق ديال هادي، دونك هادي على شكل خارج دالتين، تنديرو المقام أو كاري، ثم تنديرو الشقاق ديال الفوقانية البسط إكس بخيم هي واحد، دونك سي أ، واحد بريم سي زيرو، الشقاق ديال ألين دو إكس هي زايد واحد على إكس، دونك الشقاق ديال الوسط نضربو في المقام هو إكس، ثم موان تنديرو تنحتفظو بهادي البسط، تنضربو في الشقاق ديال إكس بريم لي هي واحد، دونك تيبقالنا هاد البسط. إذا هنا غادي نحاولو نبسطو هاد الصيغة، دونك عندنا هنا إكس أو كاري، غنشرو واحد في إكس سي إكس، واحد على إكس هي واحد، ناقص إكس، غندخلو هاد الناقص غير الإشارة، ناقص الألان دو إكس، بطبيعة الحال هاد إكس تمشي مع موا إكس، هذا دار متقابل على الصوم ديالهم سي زيرو، أن بلس أن سي دو، دونك نتخوف لو ريزولتا دو موا ألان دو إكس سير إكس أو كار، دونك هذا هو إف سوكوند.